اهلا وسهلين، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. وكنتمنى كنستغل الفرصة، كنتمنى ان العام ان شاء الله جديد يدخل عليكم بالصحة والسلامة ورزاق، وكنتمنى ان شاء الله ان الوفاء يرفعوا علينا سيدي ربي ان شاء الله برحمته. كنتمنى لكم كل سعادة ان شاء الله، وبالرزق وكل ما كنتمنى ان شاء الله بعد العام الجديد ان شاء الله يا ربي. وكنعتذر ان الايام ما درت حتى شي فيديو، كنت شويه عندي ضياف في الدار وهذا ما لقيتش الوقت اللي ندير فيه شي فيديو اللي كنا فيه على خاطري. داكشي علاش اليوم عندي لكم واحد الفيديو اللي هو قصير، عندي لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه للناس اللي كيعانيوا من من من, من الهالات تحت العينين وداك و لي بوش داك النفخ اللي كيكون تحت من العين، وكذلك التجاعيد اللي كيكونوا تحت من العين. اليوم عندنا لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف بزاف، غادي تنفعكم، وهي ممكن يستعملوها الرجال والنساء. هذه الوصفه هذه يستعملوها الرجال والنساء، حيت كاين حتى بعض الرجال اللي كتخرج لهم الهالات السوداء تحت من عينيهم بزاف، وكيكون عندهم حتى لي بوش وكتكون عندهم تجاعيد. الوغ نبداو الوصفه ديالنا. الوصفه غادي نبدا واحد معلقه صغيره ديال القهوه، قهوه تركيه مدقوقه مشتو. عندي زيت الكوكو، زيت الكوكو نتوما عارفين عرفتي الوصفات ديالها، راه مفيده زوينه بزاف بزاف للبشره بالاخص للتجاعيد، كترطب الوجه، فيها مصفات ديالها زوينه بزاف بزاف. انتو كما شفتوا نص معلقه صغيره ديال زيت الكوكو ومعلقه صغيره ديال القهوه، غادي نحاول ندمجهم شويه هو الاول. هاد الوصفه راه زوينه بزاف بزاف، تقدروا تستعملوها حتى 3 مرات في السيمانه. انا غادي نوريكم الطريقه ديالها، خصكم ضروري تتبعوا الفيديو البنات باش تعرفوا الطريقه مزيان كيفاش تستعملوا هاد الوصفه، راه زوينه بزاف بزاف بزاف، ما غاديش تستغنيوا عليها من بعد الا جربتوها. من بعد غادي ندير معلقه ديال زيت العود. زيت العود راكم نتوما عارفين غنيه على التعريف في الجسم ولا الوجه ولا اي حاجه. يلا كنحاول ندمج كلشي مزيان. من بعد كنحاولوا ان نخلوها واحد المده ديال 10 دقائق، ما القهوه تطلق مزيان في في, في الزيوت وتطلق مزيان في الويل كوكو. كنخليوها 10 دقائق. من بعد شوف الوصفه كي ولات، شوف القهوه كي تلقات. الوغ من بعد الطريقه كيفاش كنديرو، في اول حاجه نتوما عارفين ضروري خصنا نمسحو العين ديالنا مزيان تكون نقيه وجهنا يكون نقي. من بعد كنشدو مثلا معلقه صغيره بحال هاد الشكل، كنحاولو نخدمو اما معلقه اما بصبعنا، كتبداي تحطي على الجهه ديال عينيك بحال هاد الشكل هكا، ما تحاوليش انك تجبدي غير هكا، غير تحطي بحال هكا، تحطي قطره 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 قطره. شفتي الطريقه كيفاش؟ ولا ما قدرتيش تديري بسميتو كتشدي صبعك كتبقاي ديري غير هاه، كتحاولي انك ما توركيش على عينك، حيت ديك الجلده اللي عندنا حنا تحت من العين راه رطبه بزاف ورهيفه، يعني ما خصناش نديرو شي محاولات اللي تكون اللي تقدر تادي لنا ديك البلاصه بهذه الطريقه هذه. كنخليوها تقريبا المده ديال 15 مينيت 15 دقيقه. من بعد كنغسلو عادي بالماء دافي، كنغسلو بماء دافي عادي مزيان. من بعد شنو كنديرو؟ كنشدو قطعه ديال الثلج وكنعاودو ندوزوها، كندوزوها تحت من عينينا بطريقه كنبقاو نحطو الثلج غير هكا، نفس الطريقه كيف ما استعملنا في الوصفه غنستعملو حتى في الثلج. ما كتحطيش الثلج، ما كدوزيش الثلج هكا على عينيك، نو، كتحطي الثلج كتبقاي تحطيها غير بشويه بحال هكا على عينك، بشويه بشويه بشويه، عاود كديري عاود كديري مره ثانيه. ملي كتسالي ديك الثلج
كتشدي مرطب اللي عندك، مرطب اللي انت كتستعملي لعينيك الكونتور ديال العينين. اي والناس انا باكثريه ما كنستعملش لي كونتور لي برودوي اللي مكنعجبش، سواء كندير نوال كوكو زيت ديال الكوكو، سواء كندير نيفيا. نيفيا انا النيفيا كيفاش كندير الاستعمال ديالها، كندير كناخذ شويه ديال نيفيا كندير معاه شويه ديال فيتامين او. فيتامين او نتوما راك عارفين المنافع ديالو للوجه، للتجاعيد، للخلايا الميته، لشحال من حاجه. فيتامين دو مع نيفيا راه زوينه بزاف بزاف في الوجه البشره. حاولوا دائما تستعملوها الا لقيتوا ملي تاخذوا فيتامين دي تخلطوه مع فواحد القرعه صغيره مع كريم نيفيا، ويوميا بالليل حاولوا انكم تبقاو تستعملوها كمرطب للوجه، وراه كينقي الوجه كيجبد الوجه كي البشره ديالك كتولي بحال البشره ديال البيبي، راه زوينه بزاف بزاف. نتوما استعملوها وغادي توصلوا لهدرتي. من بعد كديروا قلت لكم ملي كتساليوا هذا الشيء كلشي المراحل اللي انا قلت لكم، كتديري المرطب اللي انت كترتاحي فيه. انا ما غاديش نقترح عليكم شي حاجه، لان كندير انا كنقول لكم فقط انا شنو كندير. من بعد كل واحد كيدير اللي مولف، يعني البرودوي اللي هو ملفو. كديري المرطب، وهو الوصفه من الاحسن انك ديريها بالليل بالليل، انا كنكونوا مرتاحين مرخيين. يعني كديريها كتحاولي انك تكي كتخلي ديك القهوه والزيوت اللي معاها كيخدموا لك تحت من عينيك مزيان. يعني خصك فريمون تكوني مرتاحه وتكي واحد كانز ملي تخليها تغياجي مزيان تحت من عينيك. اي فوالا، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك لي كومونتير. اللي باقا ما تابوناش تابوناو عندي في القناه ديالي سميرة فرانس. كنتمنى كيف ما قلت لكم في الاول ان هذا العام ان شاء الله يدخل لكم الصحه والسلامه، وان شاء الله عام جديد يبدا عندنا وحياه جديده ان شاء الله. كنتمنى متدربي، وباخص اكثر حاجه هو ان هذا الوباء ان شاء الله يمشي، ويا رب ترجع الحياه كيف ما كانت باش نقدروا نمشيو نشوفوا والدينا. توحشناهم، توحشنا بلادنا، توحشنا صحابنا، الاهل ديالنا زعما. والله العظيم انا بعدا بالنسبه لي انا ربي العالم بيا حاليا الايام ولات شويه جاني بزاف الوحش ديال الوالدين والعائله والصحاب. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي على قريب هادشي يفوت ونتلاقاو مجموعين ان شاء الله. وكنتمنى لكم سعاده كاملين، وردوا بالكم وديروا حاولوا انكم ما تستهتروش بهاد الوباء. حاولوا انكم ديروا اتونسيون، ونتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع. عندنا كاع الناس انت كلي مرادين واللي تاداو لهذا، كنتمنى لهم الشفاء ان شاء الله. يلا نخليكم، تهلاو في فلوسكم، الى العام الجديد ان شاء الله.